الخريجون والخريجات، نعلنكم الآن أطباء وطبيبات زملاء لنا، فهنيئا لكم ونرجو لكم الخير. مبروك 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 ألف مبروك، مبروك 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 ألف مبروك، مبروك عليك تستاهل حاجة ما تجيب السهل، تعبك ما راحش في البطل، مبروك عليك مبروك، مبروك عليك تستاهل حاجة ما تجيب السهل، تعبك ما راحش في البطل، مبروك عليك مبروك، مبروك 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 ألف مبروك، محلاها القسم. أتعهد جازما أن أسخر حياتي لخدمة الإنسانية، أحتفظ بضمير وشرف، أعتبر صحة مريضي انشغالي الأول، أحترم سر من أسر إليه ولو بعد وفاة المريض بشرف ونبل تقاليد مهنة الطب، زملائي سيكونون إخوانا لي، لا أسمح للاعتبارات الدينية الوطنية. رغم كيد العدا، رغم
فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من الليل، علمتنا الحق، علمتنا كيف أسألنا، واليوم الحمد لله ابنك نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غال كي نحقق الحلم. انسى اننا نبالي فلنسير للأمل، ان قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا. وإذا قلنا العدسات المصورة الراقية والأيادي والأنامل التي تبدع بتوثيق هذه اللحظات، فأكيد نقول الرائع والأروع والفنان صدر اليوم أبدع بمختلف الصور، وهو ابن مدينة كل الخواقب الذي لطالما كان سفير لهذه المدينة بكل الصور والتذكرين الجميلة. واليوم من البواقي يقول يسعد القلب بوجودك، وأيضا يسعد القلب بحضورك ومن البواقي، ويصعب علي فراقك. شكرا.